كمان الزميلة سلا حامد ومعاها الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي. مرحب بكل مشاهدي ومتابعي طبعا شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن معي في هذه اللحظات السيد النائب المهندس محمد الجرحي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي. برحب بيك طبعا في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وخلينا ابارك لك طبعا على الحدث النهارده الكبير ده اللي زي ما احنا شايفينه طبعا حدث عملاق يليق باسم النادي الاهلي. الحمد لله، يعني في البدايه ببارك لكل المنتمين لقلعه النادي الاهلي من جماهير ولاعيبه واجهزه فنيه. النهارده وضع حجر الاساس، يمكن ده مجهود مجالس كتيره فاتت اشتغلت على الموضوع ده، وحلمهم ان استاد الاهلي يطلع للنور. ويمكن الموضوع كان واقف لان كانت الرخصه هنا في الشيخ زايد كانت الارتفاع بتاعها 6 متر بس، ما كانتش حاول المجالس كتير يعدي الموضوع الستة متر لحد في تحركات لكابتن الخطيب مع اجهزه الدوله. وطبعا يعني حابب اشكر كل اجهزه الدوله وطبعا على راسهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان لولا تدخله خلال الشهر اللي فات حصل بقى تعديل من 6 متر ل 30 متر. فان شاء الله الفتره الجايه نبدا خطوات جاده جدا، وان شاء الله قريب جدا الاستاد يشوف النور. باشمهندس محمد، يمكن مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب يمكن واجه صعوبات وازمات كتيره جدا الفتره الماضيه، ولكن ده ما منعش ان مجلس اداره النادي الاهلي حققوا حلم كل الاهلاويه طبعا واعضاء النادي الاهلي، وهو تحقيق يعني حلم بناء استاد للنادي الاهلي. احنا من اول يوم دخلنا المجلس كنا حاطين في البرنامج بتاعنا استاد النادي الاهلي، حتى لما اتحركنا في استاد السلام ان هو يبقى خطوه مؤقته ان يبقى النادي الاهلي ليه استاد بيلعب فيه، لكن برضه كابتن الخطيب يوميها طلع وقال لا، احنا عندنا حلم اكبر ان احنا نبني استاد النادي الاهلي، استاد يبقى كله مملوك للنادي الاهلي. والحمد لله احنا بنتحرك بشكل جاد، وجت بعد التعديل ان شاء الله نبدا خطوات بشكل سريع ان الاستاد يظهر نور قريب جدا. بشكرك جدا. شكرا. يمكن ده كان لقائنا مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي الباشمهندس والنائب محمد الجرحي، والان العوده مره اخرى للاستوديو.